الناس قالت بأن الهيئة لا يمكن أن تتثبت إلى التزكيات، لا يمكن أن تقوم بهذا العمل في ظرف وجيز. الهيئة استطاعت بفضل اللي صارت متاحة أن تحقق هذا وكملت هذا الكل في الوقت المرجو. إذا وصلنا إلى نتائج الدائرة. أول شيء بالنسبة للترشحات المقبولة، عندنا من 70 ملف ترشح تم قبول 27 بعد التداول والدراسة. قدامكم القائمة بتاعهم 27 ملف استوفوا كل الشروط، هو موجودة قدامكم. لكن شكون يقول لنا للمواطن هذايا هو اللي صوت اللي بالحق قام بالإمضاء ولا بالتزكية؟ هذه مبدئيا بشكل طبيعي نجم نعرض المسألة على خبراء خطوط، لكن قرابة مليون إمضاء يستحيل تماما القيام بها. الهيئة بعد التداول والنقاش خذينا قرار نشر قائمة المزكين. مسؤولية الهيئة هي أنها كشفت حاولت أن تدافع على فكرة نزاهة الانتخابات منذ البداية، الغش مقاومة الغش الانتخابي منذ التزكية وإحنا ماشيين، وقمنا في هذا بإثارة شكاية أمام النيابة العمومية. علاش؟ لأنه جاتنا تمت إحالة إلينا تشكي يقول راهو فما عملية شبكة كاملة لبيع التزكية. هذا إذا نحلناه للنيابة العمومية. بقية المراسلات جانا عديد المراسلات، مواطن يقول أنا راني ما لقيتش روحي مزكي. إذا طلبنا منه بكل لطف قولوا له راهو أنت كمواطن تم انتحار سيرتك ولا صحو في بلاصتك، يجب الاتصال ورفع شكاية في الغرب.